الدين المسيحي ده بحسب الكتاب هو مساق من الروح القدس، ومن لا يسمع لقوله يقتل. والرجل الذي يعمل بطغيان فلا يسمع للكاهن الواقف هناك ليخدم الرب إلهك أو للقاضي يقتل ذلك الرجل. تخيل بقى ان رجل الدين المسيحي ده عبارة عن إله يعلم الغيب بحسب المعتقد المسيحي. جاء في كتاب الدسقولية زي ما واضح أمامك على الشاشة صفحة 64 يقول عن رجال الدين المسيحيين: هذا هو رئيسكم ومقدمكم، هذا ملككم وشجاعكم، هذا هو حاكم على الأرض من قبل الله الحقاني، هذا هو إلهكم على الأرض بعد الله الإله الحقيقي. هذا هو إيه؟ هذا هو إلهكم على الأرض، وهو يستحق منكم إجابة أن تعطوه الكرامة من أجله ومن هو مثله. والله يقول على رجال الدين أنهم آلهة، وأيضا قال: لا تقل شرا عن الآلهة الذين هم الأساقفة. بل وتزعمون يا رشيد أن رجال الدين يعلمون الغيب. كتاب الإضاحات الجلية والصلوات الإلهية للخوري سيرافيم نصار في صفحة 94 بيقول: وفي معرفة القديسين أحياء وأمواتا عالمين بالغيب. فمن هذه الأقوال الإلهية والآيات البينة التي اتضح منها أن للقديسين معرفة الغيب سواء كانوا على الأرض أم في السماء أم في مكان آخر لا يعلم به غير الله، كما كان أخنوخ وإيليا، وأن تلك المعرفة معطاه لهم ممن بيده وبمطلق سلطانه الماضي والحاضر والمستقبل. يكفي لمن يريد الاقتناع بأن طلبات القديسين وصلواتهم مقبولة لدى الله في حياتهم وبعد انتقالهم إليه تعالى. تخيل بقى امرأة مسيحية طلب منها رجل دين مسيحي أن يزني معها، وهي تؤمن وتعتقد كل هذه الاعتقادات الباطلة في رجل الدين المسيحي، فكيف تريد منها أن تمتنع عن الزنا وترفض اغتصابه لها؟ بل وجاء في كتاب هل الكتاب المقدس وحده يكفي للأنبا رفائيل بيقول إن كل شعب الكنيسة مساقين من الله، مساقين من الروح القدس. فازاي بقى مساقين من الروح القدس ولا يستطيعون أن يفعلوا خطية، وفي نفس ذات الوقت نجد هذا النص بيقول إن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. طب بالله عليك ده ما يبقاش تناقض ازاي بقى؟ وبكده يكون رشيد ما جاوبش أساسا على سؤال